إليكم تلميذاتي العزيزات التلاميذ الأعزاء في حصة أخرى من حصص القرآن الكريم سورة القدر. سورة القدر أحبائي هي سورة مكية، لأنها نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وعدد آياتها 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى نطلع الفجر. والآن بعد أن استمعتم لهذه السورة العظيمة سأقوم بشرح آياتها. إنا أنزلناه في ليلة القدر. معنى هذه الآية أحبائي هو أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان. والآن سوف أنتقل إلى الآية الثانية. وما أدراك ما ليلة القدر. معنى هذه الآية ويجب تعظيم شأن هذه الليلة وتفضيلها على جميع الليالي. ليلة القدر خير من ألف شهر. معناها أن ليلة القدر هي أفضل من ألف شهر، والعبادة فيها تعادل ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. في هذه الليلة أحبائي ينزل الله تعالى الملائكة من السماء ومعهم جبريل عليه السلام. والآن سوف أمر إلى آخر آية وهي سلام هي حتى مطلع الفجر. معنى هذه الآية الأخيرة أحبائي هو أن ليلة القدر هي ليلة أمن وبركة من أولها لآخرها، لا شر فيها ولا فتنة إلى أن يطلع الفجر في صباحها. والآن أحبائي أعيد الاستماع إلى هذه السورة مرات عديدة لتتمكنوا من حفظها. وإلى لقاء آخر بحول الله.